بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نعمة وبركة وسلام ليكم جميعا النهاردة من روح القوة، روح الحق المعزي الأمين الشاهد الأمين الصادق، بداية خليقة الله. النهاردة هروح بسرعة لسفر يشوع لأن في نقط جميلة ومهمة قوي وتأملات رائعة نفسي إن أنا ما فوتهاش. نرجع لها في تفسير سفر يشوع في كتاب أبونا تدرس يعقوب مالتي. النهاردة احنا كنا وقفنا في سفر يشوع عند سقوط أسوار أريحة. رقم واحد النهاردة هنقوله الدوران حوالين أريحة يشير للدخول الأبدية، وهي الحياة التي بلا نهاية كالدايرة. بالإيمان في المسيح يسوع نقدر نهدم أسوار أريحة وندخل الأبدية، ونعرف إن الحياة مع المسيح الأبدي هو طريق الغلبة الوحيد. فيه يبتلع الزمن المائت ومن أمامها تهرب كل أوهام الذات الداخلية والأنانية والكبرياء والعالم الشرير والمجد الباطل. بجد دخلنا للسماء وإحنا لسه على الأرض بيرفعنا فوق كل ضعف جوانا، بيقتلع من جوانا كل جذور الشر الدفينة وكل الخباثة وكل الالتواء، كل حاجة موجودة جوانا مستخبية وبيحاول الشيطان دايما ان هو يخبيها، وده من ايام سقوط ادم على الارض والحاجات دي جوانا ومدفونه. الدوران حوالين اريحه بيسقط كل هذه الاشياء. الحاجه الثانيه المهمه كانت رحاب. رحاب استطاعت بايمانها القوي مش بس ان تخلص هي واهل بيتها من الموت، لا دي دخلت بالايمان مقدسه وبتول الرب. أخذت العضوية الكنسية كعروس مقدسة، ليها الشرف العظيم أن يكتب اسمها في سلسلة نسب السيد المسيح. شرف ما خدتهوش أي حد من المؤمنات العظيمات زي سارة وقديسة رفقة ومريم أخت موسى النبية. يعني عايزة أقول برحب الإيمان والاتضاع والحب التصقت بالجاسوسين، يعني يسوع والقلب. بقلبها المفتوح ليسوع ارتفع لفوق السطح بين عيدان الكتان، وبقول هنا تاني عيدان الكتان يعني النقاوة. هي تمثل الإنسان اللي رمى شهوات جسدها القديمة تحت رجليها، خلاها الإنسان العتيق بكل أعماله طلبا للمجد الأبدي. اشتياقها للتشبه من المسيح على الصليب صلبت رحاب إنسانها العتيق بكل حزم، فكانت صريحة وواضحة في تعاملها مع ربنا. عايزة أقول بروح الإيمان في المسيح أسقط أسوار أريحة، بروح الحب أسمر الأنانية على الصليب، بروح الاتضاع أسمر كبريائي على الصليب. يعني هنا في إيمان وروح حب وروح اتضاع، والتلاتة دول مهمين لأسقط أسوار أريحة الداخلية. تالت حاجة مهمة الهزيمة في عاي معناها ملتوي. فيها مزق يشوع ثيابه وسقط على وجهه للأرض أمام تابوت الرب للمساء، طلب معونة ربنا، أخلى يشوع ذاته وكأنه قد نزع عنه ثوب مجده، وعرف من ربنا لما سمع من ربنا وقال له قم قدس الشعب في وسطك حرام يا إسرائيل، إن خان ابن قرمي خان حتى بعد سقوط أسوار أريحة. ومعنى كلمة عخان الشخصية المتعبة والمزعجة واللي بيه اسمها بعد كده عخار بمعنى مكدر. هزموا أريحة وسقطوا أمام عاي الصغيرة لأن في وسطهم كان حرام خطية عخان زائد كبريائهم، فلم يعد الله في وسطهم. ونفهم أن الغلبة هي من الله، لكن دايما الفشل بيجي بسبب شرنا إحنا، والنقطة دي لازم مهمة وأعرفها. الغلبة من الله والهزيمة مني. أداة جريمة عخان أخذ أربع حاجات: رداء شنعاريا نفيسا، وهو بيشير لشهوة الجسد والتنعم بأمور الأمم وملذاتهم وشهواتهم. شاق الفضة تشير لمحبة المال، الفضة تشير رقم 200 لكلمة لله وكونه تمرها، فهو يشير لأنه ما استفادش بكلمة ربنا اللي كانت من الممكن إن هي ترفعه للفكر السماوي. تالت حاجة إن هو كان أخذ لسان ذهبي يشير للسان الذي لا يسبح الله بل يتذمر عليه، متكبر في فلسفة عالمية براقة وفي كلمات صعبة. رابع حاجة 50 شاقل، الخمسين ده رقم بيتكلم عن الحرية، يتكلم عن حلول الروح القدس يوم الخمسين
وهو ان عاخان طمرها في التراب بيمثل ان هو اخذ الحريه ومواهب الروح القدس واستخدمها لتصرفات جسده في اباحه واستهتار. رابع حاجه بقى في سفر يشوع هي اطاله النهار في الحرب. طلب يشوع من ربنا ان يوقف الشمس والقمر، دي معناها اطاله النهار بينما نحن نحارب ضد الاعداء وضد اجناد الشر الروحيه في السماويات. ان يسوع بنفسه شمس البر مش بيتركنا بل بيجي يشجعنا ويسندنا، انه لا يتعجل الغروب وبيقول لنا انا معكم طول الايام والى انقضاء الدهر. خامس حاجه الفتك بالملوك. طلب يشوع من القاده ان هم يحطوا رجليهم على اعناق الملوك الخمسه، يعني احط رجلي على حواسي الخمسه الداخليه، وان انا ادوس على ذاتي وانانيتي واعلن اني محتاج ليسوع اللي يدحرج عني عاري في الجلجال ويعين ضعفي. حازين ارجلكم بانجيل السلام، عشان نصلي ان اقدامنا تكون قويه تقدر تدوس على اعناق الشيطان وتسحق راس الحيه القديمه بالتمام، فالحيه دي ما تقدرش تلدغ عقبنا فيحل السلام فينا، ولكن بعد سحق الشيطان بحزين أرجلنا بإنجيل السلام. ستة يشوع هدم ثم بنى في المدن اللي أخدها، ده معناه إن يسوعنا يهدم الإنسان القديم وبناء الإنسان الجديد فينا، هدم الشر حتى أساساته عشان أقيم البناء الجديد، لأنه ما دامت الأرض في قبضة جذور الشر لا يمكن إلقاء بذور الخير المقدسة فيها. اقتلع جذور الخطية، القيها في النار بالإيمان بالمسيح به وفيه، عشان يقوم المسيح بغرسي في كرمته هو، يعني أدغرس في المسيح نفسه، وبكده يبدأ يكون لي ثمار، وهي ثمار الروح القدس اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده. حاجة السبعة في سفر يشوع، قيل عن يشوع انه شيخ وتقدم في الايام. الشيخوخه معناها الحكمه، هي لا ترتبط بالسن لكن بنضوج الفكر والروح اللي بتتقدم في الايام الروحيه السبعه، وهي مراحل حياتي الروحيه السبعه، يعني انسى ما وراء واتقدم الى ما هو قدام. عشان كده كان مريمين عمال يقول لي من وضع يده على المحراث لا ينظر الى الوراء، فلنمتد الى قدام ونتقدم ساعين نحو الكمال متقدمين في الأيام الروحية. تامن حاجة، كالب كان يطالب بنصيبه. كالب وهو في سن 85 سنة بيتحدد زمن ويقول زي ما كانت قوتي في أيام موسى النبي أنا قوتي الآن، بيطالب ميراثه في الأبدية ولا يعرف المؤمن الشيخوخة. أخذ أربع حاجات، جبل مرتفع عليه مدن حصينة، خد حبرون ودي معناها الاقتران يعني الزواج يعني الاتحاد بالعريس السماوي. عايزة أقول كمان إن القلب النقي اللي هو كالب معناها القلب اللي يتحد في حبرون بالعريس السماوي، يعني قلب كالب كان أمين. الحاجة الثالثة كان ليه نصيب في وسط، وبقول وسط دائرة يهوذا، دائرة الأبدية. يهوذا ده هو سبط المسيح، لأنه قال في بيت أبي منازل كتيرة. خد قرية دبير معناها الكتاب المقدس، أي سيف الروح معناها النطق، أي قوة الكلمة، اللي بينطق بقوة الكلمة سيتزوج بابنته عسكة، ودي معناها معرفة الأسرار الروحية كميراث لي. الحاجة التاسعة، في ثلاث أسباط تسابقوا عشان ينولوا الميراث، يهوذا وإفرايم ومنسى. يهوذا ده سبط المسيح، إفرايم ومنسى كانوا أولاد يوسف. إفرايم معناها الثمار الكثيرة وهي الفضائل، وده خد أحسن مواقع في كنعان. منسى اللي هو نيس الجسد، يعني اتحد الجسد الخاضع للنفس المثمرة والروح باتحادهم بالمسيح اللي هي الرأس. ودول كانوا الثلاث أسباط اللي جريوا يدوروا على الميراث. بكل أسف بنيامين والأسباط الأخرى كانوا متراخيين، وده بيحزن قلب يسوعنا الحقيقي اللي عد كل شيء لينا، لم يتركنا في عوز، فتح أبواب الفردوس للطبيعة البشرية اللي اتغربت عنه من أيام سقوط آدم، حارب عنا وغلب ومات وقام وقدم لنا روح القدوس سند ومعين، صار الملكوت قريب منا، لكننا مع هذا كله متراخيين عن الدخول لميراثنا الأبدي.
ياريت نقدم ليسوعنا قلبنا اللي هو مركز حياتنا نصيب للرب، يستلمه ويقيم فيه مدينته المقدسة المثمرة ويسكن فيها. إذا كنا إحنا مش قادرين نبني له مدينة فينا، العلي لا يسكن في مباني مصنوعة بالأيدي. بروحه القدوس يقيم مدينته الروحية الحصينة جوانا ليسكن فيها، محولا قلبنا إلى سمائه المقدسة. يسوع نفسه بيقول لنا: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي، إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. بيقول لنا كمان: هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب هدخل ليه واتعشى معاه وهو معايا. طبعا كده إحنا تقريبا وصلنا لآخر سفر يشوع، هندخل على طول على كنيستنا، بس عايزة أوريك حتة في فيلم بسرعة، بص عليها من فضلك على الشاشة. الفيلم هنا بيورينا إن الإنسان لما بيروح ويسجد عند الصليب وبيكون خلاص هو مجهد ومتعب تماما، في الحالة دي بتروح منه إنسانه العتيق زي ما بتسقط كده من عليه، فالإنسان بيحس بالراحة، بيحس بالحرية، بيحس إنه فاق، فبينادي ربنا ويقول له جلوري. جلوري يعني المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. ساعتها لما أنا بفقد الإنسان العتيق ده هو، وبرضو بوريك على الصورة هتشوفها دلوقتي، بيجيني الروح القدس اللي بيملاني ساعتها وبيقدم لي أربع حاجات. أول حاجة قدام الصليب أنا هاخد سك الخلاص من العبودية للشيطان. تاني حاجة أنا هاخد بعد سك الخلاص من الإنسان العتيق، أنا الروح القدس هيديني ثلاث حاجات. الحاجات دي هلبس الروح القدس كلبس زي ما بيقدمه له كده في القميص، هيديني حذاء حزين أرجلكم بإنجيل السلام، وهيديني مفتاح الملكوت. دي ثلاث حاجات اللي إحنا هنعرفها. يلا بينا على الكنيسة النهاردة، عشان كنيستنا النهاردة كنيسة جميلة. إحنا قدام رقم 12 في بنيامين، أي ابن اليمين، يمين القوة، في يمين الله، متياس عطية مضاعفة، ودي الثمار والعطايا، الجماش اللون البنفسجي، كنيستك مقصورة بحب المسيح. الكنيسة لادوكية يعني حقوق الشعب، يعني الميراث، يعني حكم الشعب. النهاردة مين اللي بيتكلم هيقول لنا؟ المسيح عن نفسه بيقول: أنا الآمين بالشدة، الشاهد الأمين بالهمزة، الصادق، بداية خليقة الله. الأمين بالشدة تعني الحق، إن النعم، يعني كان بيقول في أشعياء النبي: النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا، يعني النعم والحق بيسوع المسيح، صار دي بمنتهى البساطة. الشاهد الأمين الصادق في اليونانية تعني الشهيد، يعني شهد الرب للآب، يعني يسوع شهد للآب شهادة صادقة وأمينة وعملية، شهد بالكلام لأن هو كان المعلم الحقيقي، شهد بالسلوك لأنه كان أبرع جمال من بني البشر، شهد بالحب، استبذل نفسه على الصليب، هكذا أرسل يسوع تلاميذه عشان يكونوا له شهود بنفس الصدق والأمينة. الشاهد الأمين ما بيتعبش في أنه يشهد للأمين بأمينة. بداية خليقة الله، والترجمة معناها الرأس. الرأس ده يعني إيه؟ يعني ليه حق الإدارة والتدبير والعمل. المسيح هو رأس الكنيسة، والكنيسة هي جسده. أنا عارف أعمالك، إنك لست بارد ولا حار، ليتك كنت بارد أو حار، هكذا أنت فاتر وأنا مزمع أن أتقيأك من فم. ليه؟ لأنك بتقول إن أنت غني وقد استغنيت، ودي مش حقيقة ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم إنك أنت الشقي، البائس، الفقير، الأعمى والعريان. يعني الإنسان لحد هنا بيفتكر نفسه إنه خلاص غني، بس الحقيقة لأ ليه؟ هو ده اللي احنا هنعرفه. لأ، لأن لما تيجي وتلبس الروح القدس فيك، كل حاجة في حياتك هتتغير، ودي اللي احنا هنتعلمه دلوقتي من عزة الأنبا ماكاريوس الكبير. الحقيقة أنا خدتها عزات القديس ماكاريوس الكبير في الجزء الأول من عصر نقية وما بعد نقية، ترجمة الأبونا تدرس يعقوب مالتي. العزة الأولى هتتكلم عن النفس عرش الله وهو قا إدها، يعني رأسها.
القديس ماكاريوس بيقول النفس إن لم تولد الآن في أرض الأحياء، يعني تدخل دائرة الأبدية، تستمد غذاء روحيا منها وتنمو نموا روحيا وتثمر أمام الرب، هي نفس فقيرة لو ما عملتش كده. تكتسي من اللاهوت بحلل الجمال السماوي لتفوق الوصف، تبقى نفس عريانة، فإنها بدون ذلك القوت واللبس لا يمكنها أن تعيش في فرحة وراحة. الطبيعة الإلهية فيها خبز الحياة، أنا هو خبز الحياة، ماء الحياة، الخمر الذي يفرح قلب الإنسان، هو زيت الابتهاج وجميع أصناف طعام الروح السماوي ولباس النور، تلك التي تأتي من الله، وفي هذه الأشياء تكون حياة النفس الأبدية. ويل للجسد الشقي حينما يعتمد على طبيعته الخاصة، لأنه حينئذ يضمحل ويموت. ويل للنفس إن استندت على طبيعتها الخاصة ولم تضع ثقتها في شيء سوى أعمالها الخاصة ولم تنل شركة روح الله، فإنها تموت إذ إنها لم تحصل على حياة اللاهوت الأبدية الممنوحة ليها. ده مش معناه، دي معناها إن إحنا دلوقتي على الدرجة 12، يعني مش معناها إن كل الدرجات اللي فاتت مش داخلة الأبدية، لا هي داخلة الأبدية بس هنا مرحلة جديدة. بيقول لك في حالة مرض الإنسان، لما الإنسان بيعيا كده ويكون مريض، أصدقائه وأصحابه ويتقطع عنه الأكل، أصدقائه وأصحابه بيبدأوا يبكوا عليه. عشان كده ربنا والملائكة بيبكوا على نفوسنا اللي هي ما تتغذاش بطعام الروح السماوي، لأنها هتفسد وتموت. ومرة تانية بيقول إن هذه الأشياء مش مجرد كلام يا جماعة، دي عمل الحياة الروحية اللي تستحق النفس الأمينة. عايز يفهمنا إن في المرحلة اللي إحنا واقفين عليها النهاردة لازم النفس تتغذى، وده على فكرة بصفة عامة، ما إحنا لازم نتغذى بطعام الروح اللي هو كلمة ربنا علشان نفسك تتعلم وتبقى نفسك دي نفس أمينة. هنسمع كلمة أمينة دي ليها معاني كتير قريب. يعني النفس اللي بتشتهي أن تعيش مع الله في الراحة والنور الأبدي لازم تيجي للمسيح رئيس الكهنة الحقيقي لتذبح وتموت عن العالم وتنتقل إلى حياة أخرى وإلى سيرة إلهية. وكما يحدث عندما يموت إنسان في مدينة ما فإنه ما بيسمعش صوت الناس ولا يسمع صوت الأحاديث، كذلك النفس أيضا اللي تندبح مرة وتموت عن مدينة الأهواء الشريرة اللي بتسكن وتعيش فيها، فإنها لا تعود تسمع في داخلها صوت أفكار الظلمة، بتبقى انتهت، ولا يعود يسمع فيها حديث وصراخ المنازعات الباطلة الشريرة وضجيج أرواح الظلمة اللي بتنتقل إلى مدينة، بتنتقل لمدينة مملوءة بالصلاح والسلام، مدينة نور اللاهوت، تعيش هناك، تسمع وتستوطن وتتكلم وتشارك، تعمل أعمالها الروحانية التي تليق بالله، بتوصل لدرجة الكاروبيم. لو وصلت لدرجة حامل العرش، الكاروبيم إذن مش بتسير حيث تشاء من نفسها أن تسير، بل إلى حيث يقودها ويوجهها الراكب عليها، هي تسير حيث يريد هو، هو اللي بيسندها. النفوس المقدسة تنقاد وتسير بروح المسيح الذي يقودها إلى حيث تشاء. أحيانا يشاء أن تقيم في التأملات السماوية وأحيانا لا. لو وصلت النفس الحامل العرش بيبقى لها أجنحة الطائر، هي له بمثابة الرجلين، كذلك فإن نور الروح السماوي يمسك بأجنحة الأفكار التي للنفوس المستحقة ويقودها هو كما يعرف بأنه دي الحاجة اللي هتكون أحسن للنفس دي. عشان القيادة، عايز أقول لكم القيادة دي بتكون بس لربنا، لأنه هو العارف كل واحد مننا ممكن يوصل لإيه. إن كنت قد صرت عرشا لله وجلس فوقك الراكب السماوي، لبست ملابس النور التي لا توصف، فإنها ليست، فإنت كده مش عريان، ونفسك اللي صارت عين روحانية، صارت نفسك كلها نور، إنت مش أعمى. إن كنت قد تغذيت بذلك الغذاء، غذاء الروح القدس، وإن كنت قد سقيت من ماء الحياة، فأنت حي ولست بشقي. عايز يقول لنا ثبت إنسانك الداخلي في اختبار الأمور بملء الثقة واليقين عشان تبقى نفس حية.
أرجع للكنيسة أشير عليك إنك تشتري ذهب مصفى بالنار لكي تستغنى، يعني طبيعة اللاهوت وغنى الروح القدس، ثياب بيض لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك، ده ثوب البر في المسيح، ثوب النور، كحل عينيك بكحل لكي تبصر، ودي طبعا نعمة الروح القدس اللي هتنير عينيك وهتديك، هتعلمك وهتعرفك على الإب. ده كده ببساطة. هكذا النفس التي تتشبع تماما بالجمال الذي يوصف جمال مجد نور وجه المسيح، ده كوكب الصبح، وتكون شركة تامة مع الروح القدس روح المحبة، وتنال الامتياز بأن تكون محل سكن الله وعرش لي، فأنها تصير كلها عينا، كلها نور، كلها وجه، كلها مجد، كلها روح القوة، والمسيح اللي هيقودها ويرشدها ويحملها ويسندها هو الذي يضعها ويقول لها هأنذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب هدخل معاه وتعشى معاه وهو مع النفس. ودي شركة الروح القدس، شركة موهبة وعطية الروح القدس بتبدأ من هذه الخطوة الرابعة. من هنا اسمحوا لي هقف عند حتة، لأن من يغلب هخليها للجزء اللي جاي، اللي هو من يغلب سيعطيها أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرش. من هنا أنا بديك الصورة دلوقتي قدامك، أن الإنسان من هنا ربنا هيفتح له الباب لو أنت فتحت الباب عشان هو يجلس معك في عرشك، لكن لسه مش هتروح مع ربنا في عرشه. من هنا هقف وأشرح لكم بسرعة إيه اللي حصل معايا ومع ماريمينا. إحنا قلنا في جمعة ختام الصوم، يعني ليلة الخميس صبح الجمعة، إحنا شفنا الرؤية اللي فاتت لحد ما أنا سجدت عند رجل، يعني سجدت للنور اللي كان في الهيكل وسمعت الحديث اللي هو قاله، وكان فيه بمنتهى البساطة كان فيه سؤال هو بيسألهني، بس الحقيقة أنا رديت على السؤال أنت الإله يا رب، أنت اللي تعرف كل شيء، أنا ماليش رأي، الرأي رأيك والنعمة نعمتك، أنت اللي عارف بكرة وأنت راس الكنيسة. بعد ما أنا جاوبت السؤال ده وقلت لكم أن ماريمينا في الحالة دي فرح لأن إحنا وصلنا اللي إحنا عايزينه في الرؤية دي. في نفس يعني الجمعة بقى صباح السبت، الليلة الجمعة صباح السبت أنا شفت رؤية تانية على طول سريعة، شفت نفسي كنت موجودة في أوضة حجرة، الحجرة دي 2 متر في 2 متر وارتفاع الحيطة فيها 2 متر 2 في 2 في 2 تقريبا، وإن أنا نايمة على سرير، الأوضة دي كمان ملهاش لا شباك ولا باب، لكن السقف مش موجود مفتوح للسماء، أنا نايمة جوه الأوضة دي على سرير من زي الحديد كده، السرير ده واطي الأرض يعني مش مرتفع، عليه مرتبة وعليه ملاية من الكتان الأبيض، أنا كمان نايمة عليه لابسة فستان لحد الرجلين من الكتان الأبيض النقي، وحط على راسي إشارب ومربوط لورا برضو من الكتان الأبيض النقي، بس المشكلة إن أنا ما عنديش أي قوة، إنسان ميت باصص بعينيه لأن ما فيش سقف للسماء، ده كل اللي موجود فيه عينين باصه للسماء مستنية معونتك يا ربي ليا، ما عنديش أي قوة، أنا حاسة بضعف فظيع وما فيش قوة. بصيت لقيت المسيح فوق كده، يعني صوت بيقول لي قومي. عايزة أقول لكم كمان قبل ما أقوم، أنا كان قومي ولقيت إن فيه زي سلم من الخشب محطوط على الحيطة، ببص له زي بقول له يعني انا ما عنديش قوه خلاص ان انا اقوم، مستنيه معونه منك. قال لي حاولي. بدات اقوم بصعوبه جدا، قعدت على السرير وبصعوبه جدا اتوجهت للسلم وبصعوبه جدا بدات اطلع، بس الحقيقه وانا طالعه انا شفت حاجه عجيبه جدا، انا شفت شخص بقولها كده، الشخص ده نوراني، الشخص ده واقف بعظمه، بس الشعر المسترسل اللي كان شفته في كوكب الصبح مربوط زي ديل الحصان. احنا عندنا ربط ديل الحصان دي يعني معناها التأهب للعمل، ولابس لبس التوب اللي هو لابسه توب بلون الفيولي اللي هو البنفسجي الفاتح،
وواقف بعظمة ومتأهب وفي قوة عجيبة جدا. الحقيقة واقف جنبه تاني شخص تاني، بس أنا كان يعني هو أقل عظمة من هذا الشخص النوراني العظيم، كان زي رئيس ملايكة، واحد من رؤساء الملايكة، برضو واقف بعظمة وبجلال. عايزة أقول لكم صورة الشخص الأولاني واقف بعظمة وبجلال وبنور، في كمال، في بهاء، في حاجة أنا مش عارفة أوصفها. مفيش كلمة يا جماعة هتقدر توصف أكتر من العظمة والجلال والبهاء والكمال والجمال. بصيت أنا بطلع على السلم بصعوبة جدا، خدت يعني عارفين بقى أنا بجبت، أدي أول درجة، تاني درجة بجبت بشد، تالت درجة يا إلهي أعني، رابع درجة أرجوك أعني، وقفت على خامس درجة وأنا كده اطلعت بقي مثلا نصي الفوقاني فوق السور، يعني فوق الحيطة دي، الحيطة دي عاملة زي سور، ببص على الحيطة دي لقيتها لما لا نهاية، عريضة جدا، أنا مش شايفة لها يا ربي نهاية. فأنا ذهلت من المنظر، لقيت قدامي محطوط على الحيطة دي حاجتين. أول حاجة لقيت حاجة بشكل الكتاب المقدس الحجم الكبير، ولقيت مكتوب عليها كلمة بترتيب. الحاجة التانية اللي أنا شفتها لقيت إن موجود جنب الكتاب المقدس ده شفشق مية كرفدو. أنا أول ما شفت الكتاب ده مكتوب عليه كلمة اللي هي بترتيب، فلقيت إن أنا ببص على الكتاب قوي ورحت واخداه ومسكاه في حضني. يا جماعة أنا نسيت تماما إن أنا في ضعف تام، إن أنا مجبدة، يعني أنا يدوب سندة روحي بإيديا اللي هي ماسكة في السلم. أنا فوجئت بإني بأخور، برجع لورا بقع عارفين، بس أنا إيديا ماسكة الكتاب اللي أنا مكتوب عليه بالترتيب ده وحضنان جامد قوي ومش هسيبه بالرغم من كل الضعف اللي جوايا. رحت حضنة الكتاب قوي، وطبعا كده أنا بقيت واقفة على السلم الخشب وفي ضعف، فأنا كنت بأخور، ففوجئت بإني وأنا واقفة على السلم ده بتحدف لورا، بتقلب للخلف، بتقلب للخلف، أنا حضنة الكتاب، أنا مش هسيبه، هقع مش مهم، هتكسر مش مهم، مش هيطلع عليا صبحي مش مهم، أنا أمسكته ولن أرخيه، أنا مسكاه في حضني ومش هسيبه. فوجئت بالشخص الإلهي العظيم ده، وأنا برجع وبتحدف لورا في لحظة لقيته راح جاي من ورايا وراح حضني، ولقيت نفسي بدخل جواه أنا والكتاب، أنا واقفة وخدني ونزلني على الأرض وفضل حضني. أنا بقيت لا أنا بل المسيح يحيى فيا. اللي حضني ده الشخص النوراني الإلهي العظيم، لقيته حضني ونزلت، لقيت وشي أخد شكل الوش بتاعه، لقيت التوب اللي هو لابسه الفيوليه هو ده التوب اللي أنا لابساه، لقيت الوقفة اللي أنا واقفاها زيه، سمعت صوته بيقول لي روح القوة، روح الحق المعزي، موعد الآب. افتكرت بسرعة الآية اللي كانت بتقول لا تبرحوا أورشليم قبل أن تلبسوا قوة من الأعالي. أنا ما كنتش واخدة بالي من الآية دي، كنت دايما أقولها تنالوا قوة من الأعالي، لكن كلمة تلبسوا قوة من الأعالي كانت بالنسبة لي غريبة. وبعدين كان متهيالي تلبسوا قوة من الأعالي يعني إن إحنا هلبسوا زي الروب أو زي التوب كده، لكن لا، ده بيلبسك من شعرة راسك لحد آخر رجليك، يعني بتلبس
لابسين المسيح ده، مش لابسينه توب بس، لا ده احنا لابسينه كلنا، الوش الايدين الرجلين كلك على بعضك لبست هذا الشخص الالهي العظيم. كانت بالنسبه لي مفاجاه، والحقيقه خلصت الرؤيه على كده. عايزه اقول لك انا لقيت نفسي انا موجوده في البيت، بس انا قاعده في الصالون، ولقيت نفسي بقول كلمة واحدة بس، المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب، أنا ما استحقش، المجد ليك يا رب، ده أنا خاطية، المجد ليك يا رب، ده أنا ولا حاجة، المجد ليك يا رب، أنا مش عايزة أقول لك غير المجد ليك يا رب، أنت عظيم، أنت إله قدير، مش عارفة أقول لك إيه، المجد والعظمة والكرامة والسلطان ليك أنت وحدك يا رب. لقيت دموعي نازلة زي الحنفية، مش حاسة بأي حاجة حواليا. انا رحت بسرعه، اي ما انتوا عارفين يعني يوم السبت بيبقى فيه قداس، رحت ببساطه اتناولت ورجعت البيت. لقيت الصوت برضو جوايا بيقولي ارجعي بسرعه للبيت. رجعت الحقيقه للبيت، عايزه اقول لكم انا بتصرف بتحرك، انا مش حاسه بحاجه غير اني اتناولت وروحت. قعدت في البيت طول النهار يوم السبت. يوم حد الزعف انا رحت برضو الكنيسه اتناولت وروحت فورا. انا كل اللي بعمله يمكن بقدر اجهز اكل بسيط لجوزي طبعا، وان انا يعني احنا داخلين على اسبوع الالام، وانا برضو يعني عايزه اقول لكم متسمره متثبته مذهوله، مش عارفه اقول لكم الاحساس، بس انا جوايا قوه، جوايا قوه، ممكن يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني انا مش عارفه اوصف لكم كمان القوه اللي انا حاسه بيها جوايا. فبقوم بتصرف بعمل كل حاجة وبرجع تاني لهدوء، بس كل اللي أنا بستعمله العظمة والمجد والكرامة والبركة والسلطان ليك يا رب. فضلت كده لحد ليلة أربع أيوب، يعني كده سبت حد اتنين تلات، ليلة التلات صبح الأربع فوجئت برؤية تاني خالص، وفوجئت بحاجة جميلة قوي قوي قوي. اسمحوا لي ان انا اقف هنا، هحكي لكم ايه اللي حصل في يوم الاربع ويوم خميس العهد والفترة اللي بعد كده ازاي عدت. النعمة والبركة يا رب اللي انت بتديها لنا احنا ما نستحقهاش، ما استحقش منك اي حاجة، لكن كل اقدر اقوله اني حاسة اني لست انا لكن المسيح يحيى فيا، لا انا بل المسيح يحيى فيا. أرفعك أسبحك أباركك أشكرك يا إله العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس، قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي، قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. أحني أمامك راسي، أحني أمامك ركبتاي، أرفع ليك يداي، ليك كل الملك والقوة والمجد والبركة والعزة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. هشوفكم المرة الجاية بنعبة ربنا في التكملة.